الآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر شعار عظيم لهذه الأمة. استحقت هذه الأمة أن تكون أعظم الأمم بهذه الصفة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمر جبريل أن ينزل إلى قرية يقتلعها من الأرض ثم يقلبها رأسا على عقب، فقال جبريل: يا رب إن بها رجل صالح. قال: به فابدأ. قال: ولما يا رب؟ قال: إنه لم يتمعر وجهه، لم يحمر وجهه خجلا من هؤلاء الذين يعصون الله عز وجل، فلم يأمرهم لا بالمعروف ولم ينهاهم عن المنكر. الأمر بالمعروف هو الأمان من الهلاك. قال ربنا: فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا أي لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. حولك جيرانك، اظهر هذه الأمور بفعل الخير، اعطهم هدايا، افتح قلوبهم لذلك الخير، فذلك أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة من صفات المنافقين. أدري بأن الناس إذا أردت أن تنصحه يقول لك الألفاظ الطبيعية: خليك في حالك، ما تتدخلش فيا، It's none your business، خليك مع نفسك، خذ بس بيني وبينك. ألفاظ عجيبة كده، مالك انت هتشتغل علي حاكم وقاضي؟ ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينبه ويقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يعمكم بعقاب من عنده، يأتي عذاب من عند ربنا، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم.